كتاب الله ده هو اللي شايفوني، وكتاب الله ده عمره ما أذى حد، وكتاب الله ده عمره ما شر على حد، وكتاب الله ده عمره ما جاب لي مشاكل من حد، وكتاب الله ده كان بيلبسني الشزمة بيده يا بنتي. ربنا يلهمكم بالصبر ويصبركم على يعني هذا المصاب الأليم. أنا عايزاكم بقى تحكوا لي الموضوع من الأول وإيه اللي حصل بالظبط. عبد الله كل يوم بيبات في الغيط، هو أخوه ما بيجوش، يا دوبك قاعد دخل يريح شوية، كان يوسف راح جاب لنا أكل للبيت، فجاء الرجل وهو ماشي راح ماسك يوسف إمله ده. الرجل عنده شاب عنده 17 سنة، فالشاب ده مسك يوسف ضرب، راح يوسف شتمه او زقه، العيل ما نعرفش. ده اخو عبد الله الصغير، اخو عبد الله الصغير. يعني الخناقه من الاول كانت خناقه بين طفلين. لا، الشاب عنده 17 سنه، عنده زي 18 ولا 17، وعامل عقله بعقل عيل صغير. يوسف عنده 12 سنه. ايوه، عامل عقله بعقل. حضرتك والده عبد الله؟ ايوه، انا امه. والله يا بنتي ما كلمه، والله ابني ما كلمه، ودعس على ابني ضربه ورايح يجيب لي حبه حزام من الشارع. مسك وضربه وقال له شوف مين ضربني، راح شنطه بالبنيه وقال له خد كمان ويلا مشي من هنا. ده ابو الولد في وقفه جاري قال له خد بعضك ومشي يا يوسف، وانا شاهد على اللي هو ضربك هو وامي، وانت ما كلمتوش، مشي، وانا لما ابوك يجي هنقول له. والله يا بنتي هو ده اللي حصل. يعني الموضوع ما كانش موضوع اصلا. لا، مفيش حاجه. الكلمتين دول اللي حصلوا. مفيش حاجه. الكلمتين دول اللي حصلوا. فجاء يوسف بعدنا يا دوبك فطرنا، وعبد الله بيفطر ويانا واحنا قاعدين. انا لسه جايين من غطه. بس هنا لقينا حد بينادي وبيقول يا عبد الله يا عبد الله. شو قلت له يا عبد الله؟ حد بينادي عليه، قال لي طيب يما انا نازل نشوف حضرتك خالته. انا خالته ومرات عمه في نفس الوقت. قلت له حد بينادي عليك يا عبد الله؟ قال لي طيب يما انا نازل. نزل جاب حبة وطلع. قلنا له ماذا؟ ايش؟ قال لي ده انت عملت مشكلة يا يوسف؟ قال له والله يا عبد الله انا ما عملت مشكلة. قال له امال؟ قال له انا رايح نجيب الفطار، راح الراجل الواد ضربني، ولما بنشتكي لابوه راح ابوه راح خرزغدني وقال لي ماشي. كل الاحداث دي كانت في يوم واحد يعني؟ ده العصر. العصر زي الساعة 2 ونص. ايه، قبل العصر بدقايق. كانوا لسه جايين من غطي الاثنين. جايين بيباتوا في الغياتين. بيشتغلوا يعني. بيباتوا ويجي الضهر. ابوه راجل كبير وطلع بيهم الدنيا. عبد الله كبير ويوسف بعده. جا قال له انت عملت ايه يا يوسف؟ قال له والله يا عبد الله انا ما عملت حاجة. والله رايح نشوف فطار بس تلاقيت الولد ضربني، ورايح نشتكي لابوه، راح ابوه راح ضربني وقال لي مش شغل من هنا يعني. يعني راح عشان يصلحوا كرشوه. راح مضربينه. فجا قال له وانت بتشتكي؟ جا راح نازل يوسف عبد الله قال له في ايه يا عم الحاج؟ قال له ابن اخوك عكس فينا. قال له يا عم الحاج انت مش ضربته؟ قال له انا ضربته وهنضربه تاني. قال له يا عم الحاج انت لما عايز تضربه تاني. فجا قال له ده انا انت لما جاي تشتكي وانت جاي تشتكي لي ولا جاي تضربه؟ انا راح ابني عبد الله ضرب اخوه هو قدامه. قال له حقك عليا يعني عشان يراضيه عبد الله قال هنضرب اخويا يعني. ضربه قدامه. قال له حقك عليا يا ابو الحاج. حقك عليا يا ابو الحاج. بعد كده عبد الله قال له يا عم الحاج حقك عليا وانا اسف لك وانا ضربته لك في البيت قدامك. ما تزعلش. وضربه قدامه. قال له ضربته حتى لو قتلته انا كده ضربه. قال له يا عم الحاج اللي يرضيك روح اعمله. طب اضربه. بس عبد الله كان مفكر ان هو بيهوشه. يعني هو قال ان راضيه بس هو الراجل بقى حاطط في دماغه. راح اخد بعض الراجل وماشي. وعبد الله طلع راح طلع مكمل على يوسف. انت هجيب لي مشاكل احنا ما حدش بيسمح السنة. راح ناخدين. قال له والله يا اخوي انا ما كلمت. وقعد فطأ. واسأل راضي. كانت خالته قاعدة. فبيقول لها جوزيني بنتك يا خالتي. لبسها لي فستان ابيض يا خالتي ومن الجوزتي. ثاني يضحك مع خالته وقعد. ده في نفس اليوم. ايوه. مفكرين ان انتوا هتقعدوا قاعدة تصلحوا وتتصالحوا وخلاص. لسه بقى ما استناش لقعدة الصالح. ده احنا قعدنا وما فيش حاجة وعبد الله خد بعضه. عبد الله ضرب اخوه. وصالح وقال للراجل معلش. وعبد الله فكر ان المشكله خلصت. خلاص بقى عبد الله فكر ان المشكله خلصت ورضاه. وارتلي الراجل قال له انا هنضربه. عبد الله قال له طب اضربه. عبد الله فكر ان هو يعني بيقوله كده تهويش يعني. خلاص بقى المشكله خلصت مفيش مشكله. ماشي عبد الله راح يجيب حبه عزال وكراتين وكده عشان يحطهم الغي. ويوسف قعد
راح يوسف يجيب لي التحليل بتاع خالته. راح الراجل مسكه هو والولا ضربينه. اما الواد مسكه ضربه هو والراجل. راح نازل يوسف يعيط. فجيت عيال عمه عبد الله بقى ما كانش حلو. فجيت عيال عمه. اما نمنا عمه جه قال له بتعيط لي يا يوسف؟ قال له الراجل ضربني يا محمد. قال له ليه يا يوسف؟ ده في بعد العصر في نفس اليوم. ايوه عبد الله مشى بقى راح يجيب حبه عزاء. يوسف جمع عيط الولد خانقه الراجل مسكه والولد خانقه والراجل مخربشه. يعني خانق الطفل الصغير. ايوه جاي يوسف معيط بقى. جاي يوسف معيط بقى. قال له ده ضربني. قال له ده ضربني يا محمد. راح ابن عمه واخده راح ريح بيه. قال له يا عم انت بتضرب دلح. ابن عمه ما يعرفش ان هو جاي يشتكي. قال له انا ضربته واللي معاكم روحوا اعملوا. قال له الزين يعني ضربته؟ قال له ضربته كده. ضربته ولا هيجي ممكن انا اضربه بالجزمه. ايوه ده راجل كبير اللي هو الجاني. الجاني ده مش جاري. ده مأجر في كذا حته والناس تطفش. والناس تطفشوا. حتى هو حتى الناس اللي بتشتري منه عارفاه ما بيخشش الدكان يبيع ويشتري. مقعد الست بتاعته في الدكان هي اللي بتبيع وبتشتري وهو قاعد بره في الشارع. المهم عمل تربص لعبد الله ازاي بقى والواقعة حصلت ازاي؟ الواقعة بقى حصلت عبد الله خد بعضه وراح يجيب كراسين وظل الغيط عشان ياخد بعضه ويروح الغيط تاني بدبك بجريش انا ثاني يوم. ونو يوسف راح يجيب لهم اكل عشان ياخدوا وياه. راح الراجل مسك يوسف خانقه وراح ابنه ضربه. جانا الواد يعيط فجا قال له من عمه بتضرب بتعيط ليه يا يوسف؟ جا قال له فلان ضربني. راح له من عمه قال له بتضربه ليه؟ قال له ضربته اللي هيجري يضربك بالشده. المهم اتلموا الناس راحوا قالوا لي يا جماعه اللي قعدوا حلوا جيران وحبايب نرتبوا قعده. قعده صبح انتوا تصطلحوا. بس يا امي ما تعيطش. هو اللي جايبهولي وكتاب الله ده هو اللي جايبهولي وكتاب الله ده امر ما لحد وكتاب الله ده عمره ما جرى على حد وكتاب الله ده عمره ما جاب لي مشاكل من حد وكتاب الله ده كان بيلبسني جزمة بيده يا بنتي وكتاب الله ده هو اللي شاريهولي بيده عمره ما عايز حد ولا عمره اتعارك مع حد. تعرفي لما نجاه وعارف والله يا بنتي والله 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 انا احتسبت عند ربي ومش هيغلى على ربي هو في حته احسن من الدنيا واللي فيه. انا استعوضت عند ربي بس كان نفسي اعمل حاجات يا ماما اعملهاش. كان نفسي ينصف على حصان وزفته في نحش. كان نفسي يبقى عريس وما بقاش عريس. كان نفسي يعمل دار جديد واعمل قبر وسكين فيه. والله يا بنتي امي عمره ما زعل بيقولوا اني بلطجي. والله يا بنتي عمره ما كان بلطجي ولا عمره طلع لحد بسكين ولا عمره طلع لحد بسكين. مديكي خاتم كان لابس خاتم باسم امي. اسمه خدوا منه هم بيغسلوه. والله يا بنتي والله يا بنتي كان بيلبس الصندر بايده. والله وهو كان بر بي وانا وكلت عليه ربنا. والله ما بنقدر. والله يا بنتي عمره ما تعرف مع الرجل ده ولا يعرفه ما لهوش علاقه بيه. والله يا بنتي والله يا بنتي عمره ما ازحت. انا عايزه كل واحد يشوف الفيديو بتاعي ده ويعرف عبد الله بشر ويذكره بشر. عايزه ولو يذكره بخير ما يضلش يقول الحقيقه يقول الحق بتاعه. انت طلباتك ايه يا امي؟ انا طلباتي حقه يجي. كل واحد عبد الله قال له كلمه حسنه يوقف مع عبد الله بحق الله مش بزور ولا بضرب. يعني الواقع كلها كان في يوم لما اخدوه استدرجوه للمحل يا امي. أيوة. احكي لنا اللي حصل بالظبط. خدوه الراجل مسك ابوه ضربه. جوزي راجل كبير وكان عامل حادثه ولابس حذاء قميص كده بيلبسه ويقلعوا الصبح يلبسوا حبه ويقلعوا حبه. لقى ابوه قاعد على رصيف كان قال لعبد الله والله لازم نضرب اللي جابك المغزه بالجزم على ابوه. ايوه عبد الله ما كانش مفكر ان الكلام ده هيحصل. مسكه وقال له على قد ما لقى جوزي ده ده مأجر. يعني انت يعني واحنا قاعدين انا ساكنه في الدار دي بقالي 26 سنه في الدار دي. الدار دي مبنيه بقالها 70 سنه وبنجيبوا لها ازاله وعايزين نبقى ونطلعوا. قالوا قاعدين يقول له يابا
انا عايز نطلع من الدار دي يابا، والنبي جوزني يابا، والنبي يابا شوف لي حته نروح فيها، انا كرهت الطاع. انا نفسي نعمل دار يابا وطلعني، اني ما اعملوش حاجه ولا أحد. والله لو نعرف، والله ضربت الولدين وشبته، والله ضربت علالي اللي بينا من خناقه. ايوه لما روح بقى عملوا في ايه؟ ضربوا، هم ضربوا ابوه. اما ضربوا ابوه راح عبد الله يجري على ابوه، لقيته هو اتاري هو مخبي ناس على اساس في المحل. احنا قاعده بقى، هنقعدوا في قاعده، احنا عطينا الامان ان احنا هنقعدوا في قاعده. ايه لما احنا عطينا الامان وما لمناش ناس، وتن إيه عبد الله وطن ابوه لوحده، عطينا امان ان احنا مش هنروحوا قاعده وما فيش حاجه. اتاري هو بربك على نيه غدر، هو ما شاف عمي حسين واقف حديده حديد، ضرب ابوه الاول بحديده. ايوه رمح عبد الله على ابوه، شوف منزل الناس عاملين هوج ايامه عند عم حسين، واثنين سحبوا عبد الله، سحبوا الفوق كده قدام الدكان، وراح الراجل غزه الناس كلها مال هي مع الراجل الكبير اللي بينضرب، وسابوا عبد الله. الناس بنا من عبد الله ان هو سحبه وطلع بيه على الكون فوق، ساب عبد الله، الاثنين سح مسكينه، ساب ابوه والناس خلصته من ابوه، وطلع الراجل على الكون في ايده في يعني خدوا عبد الله المكان تاني في تغفيله، سحبوا العركه هنا، راحوا اثنين ساحبينه لفوق، وراح الراجل ضربه بالضرب وبالسكينه في صدره. سحبوه، كنت فوق، كنت فوق انا وامه فوق شايفين، في البلكونه. ايوه في البلكونه انت شايفاه هو بيتسحب. ايوه شايفه هو بينضرب. ايوه اقول له امه تحط مكانها لما ينام، ضرب كده وخلص ويتروح. ايوه انا شايفاه. ايوه انا شايفاه، كنت فوق وراحوا ضاربينه بالسكينه، نزل لنا من عالكم، كان يعورهولي، نزل لنا من عالكم يفرفع، كان يعورهولي، انا عوره. تخيل عركه، عركه تستاهل قتل، عركه عيل صغير يستاهل قتل. اكسروا اضربوا ولا تخيطوا، ما فيش تقتلوا. نزل لنا بيفرفر من فوق، نزل نبص عليه، خد بعضه ومشى لوحده، حلاوه الروح مشى لوحده. حصلوا الناس وعلى الشارع، خدوا راح المستشفى، خلوا بيقول له مالك يا عبد الله، قال له انا تعبان يا خال. ابني بيقول له مالك يا اخويا، قال انا بنموت. بعد ما ضربوه، بعد ما ضربوه في المستشفى، مركب له الخرطتين، نزل السلاح ينزل للرئه 4 سم، يفرتك الرئة ويفرتك الكبد. في حد في الدنيا يقتل بني ادم عشان عيل صغير وما عملش حاجه وما عرفوش؟ بيقولوا لي انا بس نهرب، بيقولوا لي ده مسمار. الناس بتقول لي ده ما عملوش حاجه، ده مسمار، مسمار ازاي؟ مسمار هيخش الرئة. طب كل واحد يجيب مسمار ويمسك هدومه كده ويعدي، يشوف المسمار هيعدي من الهدوم ومن التيشيرت ووصل الرئة ووصل الكبد، ويعمل نزيف الزق، الزين يعني. يقول له الخراطيم. طب يقولوا خشبه، خشبه. طب الخشبه دي رفيعه، وهم بيغزوا بيها كده مش هتنكسر. هم بيقولوا لو مش اجره، طب مش اجره دي تعويره صغيره كده، ولا انت لو بتحوش قصد الاكل ده، هو ما تعورش تعويره، ده هو حاجه ما تجيبش اخره. وامي حاجه قد كده، ضرب قص صغير، ابني ما كانش داخل العسكريه من قصره. والله يا بنت عمر ما أزحت، والله من الصبر، والله يا بنت عمر ما أزحت. يتلم علي هو وابنه ومرتب له 4 ولا 5 أيام عبد الله بطوله. يعني أنت شايفة ابنك من فوق السطح؟ شايفاه هو نازل، ما نزلنا لقينا دم وحميمه ومطوة، بمطوة والمطوة لا حداي، بمطوة والمطوة لا حداي حبيبي. علشان التعويرة، التعويرة على أي، ما فيش سبب للخناق، في سبب. يا ريت يا ريت كان كده، وانا كنت حاطط كبدي، يا ريت كان كده وانا كنت حاطط قلبي. ربنا يصبرك، حرقوا قلبي علي والله يا عمري ما صح. انا بقول لها نفسي نعمل حنه يا ماما، ننظف الحصان ابيض ونرقص عليه ونجلس في يما ونتجوز، نفسي نتجوز يما. تقول له ربنا يفرش يمي ونجوز، كان ناوي يتجوز. عود خاصه بيتجوز، عود خاصه بيتجوز، حشوك من على الارض، عود خاصه حشولي من على الارض. فرحت بيه والله، كنت ما فرحت بيه، كان نفسي يلبس مفتاح، انا بس مفتاح، كان نفسي يعمل حاجه كلها، كان نفسي بحاجه واحده يندفن فوق عمي وندفن. امان عليك يما، لو ما تدفنيني فوق عمي بس، والحاجه الوحده اللي كان الوحده اللي طلبها وخدتها من الدفن فوق عمي، مكان الدفن. ايوه مكان ما يندفن،
كان نفسي في حاجات ياما وما عملهاش حبيبي. ربنا يصبركم. كان نفسي في حاجات ياما، كان نفسي اتجوز واحدة حلوة وبيضة، جوزني واحدة حلوة وبيضة ياما عشان انا اصلا كلامه بيقطع في قلوبنا. القائد بتاعه والله كلامه بيقطع في قلوبنا. قائد الجيش والله يا بنتي يرن علي قائد الجيش والله قال له خلص جيش. انا عايزاك يا اياد يا اياد من حضرة الظابط، مش ظابط ده حاجة كبيرة ربنا يسيبها. يا اياد انت سامعني لما عبد الله، انا عايزاك يا اياد تذكر عبد الله لو عمل فيك حاجة وحشة 3 سنين انت ولا ابوه. يا سعد بي عبد الله دخل في بيته وعشر مراته وقعد عندك وكال عندك عيش وملحك. انا عايزه حق عبد الله بالله عليك، كان امه لو عمل فيك حاجه وحشه افتكرها له وانشرها. كل جيرانه كل جيرانه وانشرها يا سعد بيه. قولوا له عبد الله ربنا يصبركم. عبد الله يستاهل ان هو يتقتل قدام عينيه. انا احسن تربيته ولا لا يا سعد بيه؟ هو عشرك 3 سنين. الجاني فين دلوقتي يا امي؟ اتمسك؟ اتحبس؟ مسك. والله يا بنتي ابني عنده وسطه، ابني عنده وسطه والله عمره ما ازحل. وكتاب الله ده ما بنكتب، وكتاب الله بصي هو ربنا اعطاهولي نربهوله وخال حاجه واحنا في دار البطل دلوقتي. والله بيحط صغيره في حنكم ولا حشيش ولا شاي ولا اي حاجه ولا اي حاجه تدور. عصير المانجا، حبه السفر، حبه جوافيه، ادي اللي يمني يشربه. ولو عملت الشاي ما يرضى يدوب. وكتاب الله ده ما بنكتب. ربنا يصبرك يا والله يا بنتي. والله يا بنتي كان بيلبسني جنبي جيل محمد نعمل محمد والله ما بنشربش الشاي يما. ربنا يصبرك. ما يزعل على قصته يما. اللي يقولوا بلطجي واللي يقولوا ده غزز بمسمار مسمار. طب يا ريته مسمار. طب يا ريت خشبه كانت انكسرت قبل ما توصل له. ولا مسمار ما كانش هيوصل للرئه والكيب. ده صفهولي. ده انا رحت المستشفى لقيته بيخلص ونقول له عامل ايه يا حبيبي يا عبد الله، يقول لي الحمد لله يا انا كويس. والله يا بنتي اخر كلمه على لسانه كانت الحمد لله. والله يا بنتي هو بيخلص برجلي، بيخلص لربه خدش نص ساعه ينزل لي بدمه. وانت حاطط زي 6 ولا 7 رجاله في قلب الدكان واحنا بنقول هنصلحه وتاخده غد. اعمل لك ايه؟ ربنا يصبرك. اعمل لك ايه؟ ربنا يصبرك. اعمل لك ايه؟ يا ريت خد كبدي انا وحطه له، ولا خد قلبي انا وحطه له. ربنا يصبرك. اصحابه مش قادرين يجوني، مش قادرين. ربنا يصبرك. مش قادرين يجوني. ربنا يصبرك. والطقم لله وحده ست علي بالله حقه عند ربنا، حقه عند ربنا. وانا وصيت عليه ربنا. ربنا يصبرك يا رب. يجعله في جنة النعيم. وكل اللي يعرف عبد الله يدعو له بالرحمة. امين يا رب. بس.